ميديا فلاش. غضبة ملكية هي اللي غترجع مدينة المحمدية للعز ديالها. تقريبا انتخابات وغادي تجيو، واللي جا عندنا غادي نطردوه. اللي جا المحمدي كيولي غني من الأغنياء ديال البلاد. حد الآن ما عرفناش كل المستشار ديال هذه المدينة. حينما تقول مدينة المحمدية تقول القصبة مباشرة. نعم، هاد المسألة هادي دابا هنا مع من غنتكلموا؟ مع من غنتكلموا؟ غنتكلموا المسألة الأولى، غادي نتكلموا مع المسؤولين على هاد البلاد، المسؤولين اللي داروا هذا، محاسبة هاد الناس اللي وصلوا بينا الأمر. كنا هانيين بخير وعلى خير، جي لنا واحد المسألة حطيتيه فوق ما يسمى بالقودرون. هذا ما كيتحط فوق القودرون، أول حاجة هذا كيتحط فوق الرملة، والرملة موجودة تخونات، الرملة كتخون مدينة المحمدية معروفة، المحمدية راه تقالات منها الرملة في البحر، وكنعرفوا شكون المسؤولين على هذا الأمر. قبل ما غادي تجلس راجل كيفك، الشركة إلى ما تعاودش ما دارش الخدمة ديالها 100% ما غاتقدرش تسليم ديال هذا. يعني هذه الكلمة هذه كتشهد بها أن المسائل خاصها تكون مضبوطة. إلا ما كانش مسائل مضبوطة وتخرج لجنة تقنية مختصة وتشوف هذه المسائل المعينة راه ما غادي ياخذوا حتى دي كون ديالهم. هادشي اللي كاين. أنا تهزأت يا أخوان. ودراعك بيوقعك قوي هذا كما كتشوف الان. نعم كما كتشوف الان، شوف صاحب المحل. السلام عليكم. بقى لهنايا في الحلابه، عندي محلابه. شنو هي المشاكل اللي كنا نشوف هنا؟ مشكله شنو دابا؟ لا موزيك كانت لهنا، شوف نادو هرسوا لا موزيك، لا موزيك ما داروا حتى شي حاجه، داروا لنا مشاكل هنايا. كل نهار جيب السيما لصق نجمع الماء. يعني دائما كدير السيما هنايا؟ وي راه انت صاحبي، انت باغي يدخل عندك زبون اش غدير؟ عاد شوف عفرت على هذا، ها نشوف هذا من غادي يطلع الماء، هذه كله هنا الماء. يعني هذه مهدده ان شي واحد يحيدها، ممكن هذه وغيرها، وكما كنشوفوا هنايا بالصوره. غادي نتابعوا البرنامج ديالنا ديال ميديا فلاش، نخليك معنا احد المواطنين اضافه. هاد الناس بعدا مول ترابولي كيجي فين هاد الكونترول اللي يجي كونترولي بعدا داو الفلوس ويكون واحد الكونترول يجي يشوف الخدمه. هي قدام الجامع البيضاء، جي وتشوف واش كيفاش باقي الزبولات وباقا لا صيانه، لا صيانه كونترول اللي كاين ما كاينش. المقاول داك المسؤول اللي قابل هنا، داك الارشيتيك اللي عين هنا، مفروض يشوف هذا الشيء واش مزيان، خذوا الفلوس وزادوا. انت شوف انت كيبان لي الان هاد الناس هادي لوبي خاص غادي يبني مدينه المحمديه، وشي نهار غادي يقول كنبنيو عمارات وبارتمات فوق الجامع البيض. نتابعوا في برنامج ميديا فلاش روبورتاج من داخل القصبه ايضا حدا صاحب الحوت. ياك يلا ننتقل. كان تواجدوا في مكان بيع السمك هنا بالقصبه ديال المحمديه، شرح لي المشاكل ديال هاد الناس هنا. نعم هاد الناس هادو كيساهموا، نقولها بكل صراحه، هاد الناس لا علاقه لنا بهم، لكن نقولها بكل صراحه، هاد الناس هادو كيساهموا في السياحه ديال البلاد. كل واحد غادي يجي لمدينه المحمديه كيقول لك غنمشي ناكل الحوت المحمديه، كما شتي الطوابل نقيه، الامور غادا، شو الباراسولات نقيين، المسائل غادا على احسن ما يرام. شاف الناس، حتى كتشوف الناس المسؤولين اللي عندهم هاد المحلات، لو شتي في الناس غتشوف النقاء، وهاد المساله كنطالبوا فيها في كل بلاصه. حديقه، وهذا حديقه ومركز صحي كما تشوف. اين الصحه من هاد من هاد من هاد الوسخ وهاد الزبل؟ اين الصحه من هاد الشيء؟ كاين الناس اللي هنا كيغسلوا كينظفوا قايمين بالواجبات. شوف المجهودات خاصه، هاد السيد مثلا نعطيك مثال، هاد السيد هذا مسؤول على هاد المرحاض. تصور ان واحد يدخل لمدينه المحمديه وما يلقاش فين يمشي للمرحاض، ولا مره كبيره داخله وما يلقاش. دخلتي ليه نعطيك، الا دخلتي سالم مع تسعود، لا دخلتي من هاد الباب وخرجتي من الباب الاخر مع تسعود، مع تسعود وخرجتي سالم، تدخل القندهار وما تدخلش هذا المكان. هذا هنا اللي بغيتي نزيدو مازال، هذا كيقولوا مستشفى، المركز الصحي اللي غادي نقولوا هذا المركز الصحي هذا. وهذا نداء الوزير الصحه بان المراكز الصحيه ما غتكونش حدا البول وحدا ما يسمى بالخنز وحدا الزبالات. هذا المركز الصحي، انا اقول انه مركز مرضي، انه اللي بغى يمشي للطبيب نطلعوا ان شاء الله. شوف الزجاج مهرس، تكسير الزجاج يدخلوا المشاش، يقدر يدخل حتى بنادم من هنا. رائحه كريهه نعم. هذا الباب الرئيسي اللي كيدخل منه الطبيب او الطبيب، رائحه كريهه، وانتم شهود بلاتي، وانتم شهود على هذه المساله هذه. نظرا لهذه الرائحه الكريهه غادي نكونوا مضطرين نغادروا المكان، وغادي نحاولوا نصبروا شويه ونشوفوا هذا الكرسي هذا اللي من المفروض انه خاص يجلسوا فيه مواطنين بواحد الشكل مريح. اذا هذه الراحه لكي يوفرها المجلس البلدي لمدينة المحمدية، لكم تعليق؟
الراحة، أين الراحة في مدينة المحمدية؟ مدينة أصبحت بلا مالي، هذه المدينة هذه ولات مدينة بلا مالي، مالي المحمدية مشاو، اللي جا المحمدي كيولي غني من الأغنياء ديال البلاد. هنا هذه المسألة هذه، كون غني كون فقير دبر راسك. المسألة اللي كتهمنا هنا هذا المكان كيدخل منه الطبيبة عباد الله. نعم احنا في كراسي ديال البلدية. نعم جالسين في كراسي ديال البلدية، دي كراسي من نوع خاص، ربما مزيانة وقيلة للسياح يشوفوا أنه كراسي. هادو مال الكراسي السائح كلا الحوت هنايا في القصبه بغى يريح في حديقه غادي يعمل هاد الكراسي. الا دخل هنا في التقاليد ديال مدينه المحمديه، هادي داخل في التقاليد ديال مدينه المحمديه، وربما ملي غيمرض غادي يقول كاين ايبولا في المحمديه، هذيك الدبانه المشهوره. المطرين غادروا هاد الحيوانات وخاصه هاد الحيوانات الاليفه، حتى القطط هنا كتعاني، لو كانت تكلم هاد القطط هادي اللي ودير اضراب حتى هي. اخر من الوراء من الوراء ديال المستشفى كتدخل منه الطبيبة، الباب اللي كيدخل من الطبيب، الباب اللي كيدخل من الطبيب، انه جامع مكان للنساء ومكان للرجال. طيب هنا غادي نقاطعك الكاميرا واحد شويه. قلتي انه هذا الباب هذا كيدخل منه الطبيبة، ولكن كما كنشوفوا هنا العنكبوت زوميل الكاميرا مزيان. علق لينا. هذا الباب، هذا الباب هذا كان خاص. هذا الباب، هذا الباب هذا من المفروض انه يدخل منه الطبيبة. من المفروض ان هذا الباب يدخل من الطبيبه، لكن كتشوف العنكبوت الان اخذ المكان وكانه احتلال، احتلال للعنكبوت. اين انتم يا رؤساء المجالس البلديه؟ اين المستشارين الجماعيين؟ اين هم الان؟ غادي يجيو، ولكن امتى غادي يجيو؟ بعد سنه ونصف تبدا الحمله الانتخابيه، وانا عارفه بانه بدات، لانه الان تكلموا على الساحه لما جاء محمد الخامس طيب الله تراه، جاء المدينه المحمديه وسمى مدينه المحمديه، وجاء ومشى فين مشى؟ مشى حد مشاو الناس حدا العماله، داروا واحد الاجتماع تجمعوا فيه اصحاب الغنى، سواء كان فاحشا او غير فاحش، تجمعوا تما كيقول لك بان ذكرى محمد الخامس. واش محمد الخامس جاء عير حدا العماله؟ محمد الخامس لو كان حيا وشاف هذا الشيء هذا ما تبقى لا مجالس الاول والحسن الثاني، ولكن الامل ديالنا كبير. واحد الراجل اللي كيخدم هذه البلاد، واحد الراجل اللي خدام الخادم الاول ديال المغرب الحبيب، وهو محمد السادس. نداؤنا اليه الان، انتهت كل الطرق، انتهت كل الاساليب، انتهت كل الاساليب، انتهت كل الطرق الى المؤديه الى المجالس البلديه الى السلطات الى خلينا نهضروا الى السلطات الى غير ذلك، انتهت كل الاساليب. الان احنا كنتوجهوا، اقسم بالله سوف نصل الى ملك البلاد الاب ديالنا جلاله الملك محمد السادس، والله سوف يصله كلامنا، ان لم يصله كلامنا سوف نصل عنده ان شاء الله تعالى بطرقنا. وعليكم السلام. كنتواجدوا هنا في القصبه، اشرح لينا هذا القادوس علاش هكا بكل صراحه. هذا القادوس ديما كيكون خاز، وحنا اللي كنديروا ليه الميكا كنصايبو باش ما عطيناش كتكنسوه. حنا اللي كنصايبو مالين المحل. وعلاش؟ الله ما خويا، واش ليديك كتجي كتقوم بالواجب ديالها؟ خويا انا ما كنشوف والو. يعني كتبقى خير من خاسر كتصوبوه نتوما. كيدير لنا الريحه كنصايبوه حنا. المحاوله ديالكم نتوما كمواطنين. يعني الراي ديالك في القضيه. الراي ديالي فهو راي الجميع. مدينه المحمديه الان الكاميرا اللي كتوجه توجه لباب القصبه الان. شوف لو شتي باب القصبه شوف النافوره خدامه، غنهضروا على النافوره امتى استاذ؟ غادي نهضروا على النافوره من بعد. النافوره كلام ديالها النافوره القاروره ماشي النافوره. اما هنا وانت داخل مدينه القصبه متجه للجامع المسجد العتيق الجامع الابيض، وهي منطقه سياحيه اش كتشوف؟ كتشوف مجموعه من القوادس مبقى عير المسؤولين على الناس المحلات كيديروا هذه الميكا تفاديا لاش تفاديا الخنز باش ما يطلعش الروائح الكريهه، باش ما تنبعش الروائح الكريهه. هذا هو المساله. هذا القادوس بحاله بحال القادوس الاخر. غادي نعاودوا نزيدوا، ما شتيش انت القدام، شوف هذه المساله. غادي نشوف ها هو تهيئة. اي واحد الان يمر من هنا الا وخصو يبدا ينقز. هذا القفز على الحواجز، غادي نسميه القفز على الحواجز. ما يمكنش تعفط هنا، لو عفطتي هنا غادي يطلع الماء وغادي يوسخ الحوايج ديالك، يعني خاصك تمر بهذه الطريقه. اذا مرة كبيرة في العمر اللي عندها عكاز، شي واحد اللي مريض اللي كيزيد بشويه، مواطن عائم، مواطن سائح غادي يولي مواطن عائم في الخنز هنا بمدينة المحمديه.